الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا في يوم رمضاني جديد من برنامج مطبخ ست الستات. أطباق مطبخنا النهاردة بجد ما بيختلفش عليها اتنين أطباق. أولا شهية جدا، لذيذة جدا، كلنا بنحبها، وخصوصا يعني إنها من المطبخ السوري. المصريين بيحبوا قوي المطبخ السوري. النهاردة هنقول لكم على طريقة العمايل الصحيحة والحاجات اللي محدش بيقولها لنا بالتفصيل غير الشيف السوري أنور زيدان، اللي دايما برحب بيه وبينورنا في مطبخ سوري. ازيك يا شيف؟ الله يخليك. عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله تمام زي الفل. الحمد لله. الله يخليك. احكي لي كده بقى، يعني هتعمل لنا ايه النهارده؟ اليوم رح نعمل طبق سلطه جرجير. تمام. هنعمل اكله الكباب الهندي اللي هي قريبه كثير من داوود باشا. اوكي. هنعمل اكله الكبه النيه. ايوه، الكبه النيه دي يعني في ستات اعرفهم وصحباتي يعني بيوهمونا ان هم طبخوا الكبه النيه دي، وبنلاقيها في الاخر حاجه ثالثه مش ثانيه، حاجه ثالثه. هلا نحن مع بعض ضمن الحلقه بتشوفي الطريقه تبعها. ايوه. وعدو بتحكم عدو ازاي احنا صايمين هلا شو ساعتين بدنا المغرب. طيب ايه اكتر تشابه من وجهه نظرك بتشوفه ما بين المطبخ المصري والمطبخ السوري؟ يعني هلا في كثير اكلات هي متشابهه عمليا مع بعضها، ولكن مسمياتها بتختلف. زي ايه؟ يعني مثلا الكباب الهندي اختلافه بسيط كثير عن داوود باشا. عن داوود باشا هون لحمه كرات، وممكن تحطوا لها بقدونس، ممكن ما تحطوا لها. تمام. هون لحمه اصابع. صح. بس هون بتاخذ سبايسي شوي اللي هي قرون الفلفل، وهي اختياريه. عندك الشقف والكباب، هي عامله كارثه دائما بالمطاعم. بس احنا بنقول كفته وكباب، انتوا الكفته بتاعتكم بتسموها كباب. بالضبط. ليه؟ ما بعرف. صرنا احنا 24 مليون يعني انتوا 100 مليون، بس هي ما بعرفها يعني. أوكي. السوريين والاتراك عندهم الكباب اللي هي الكفته. انتوا ليش احنا اللي حولناها يعني، ولا انتوا؟ ما بعرف. انتوا اللي محولينها احنا اللي محولينها. علينا بالاكل يكون الطبق مدلل وسخن. على العموم اسهل حاجه نقول كباب وكفته، فيجي لنا الاثنين. يا عيني، مش مهم المسميات بقى، المهم يبقى. ولا نحن على كل حال لازم نعمل لنا اكله مشويات على الفحم، بس ما بدها بالاستوديو. ما نعمل حريقه كده في الاستوديو، ممنوع اصلا. بيعملوا علينا مظاهره بعدين. بدنا نساويها هيك بقرنه مفتوحه، وبنحكم بالفرق بين الاثنين. طيب سؤال تاني بقى دلوقتي. يعني الاكلات السوري بقى ليها شعبية.